السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع الفيديو راح نشرح كيفية استخراج نتائج طلولة سيكوريتي، طبعا ما بعد التأكد من المعلومات. هلا حاليا بالسيستم السيكوريتي بسيستم التسجيل نزلت علامة الدني كليك، وهذا الخبر حصريا من فريق دعم التربية والتعليم والمكتب الجامعي. هلا نفتح على موقع استخراج النتائج، راح يظهر عنا بهذا الشكل. هلا هون نكتب الكود اللي موجود عنا قدامنا بالصورة، تمام. بعدين نكتب الاورانج نمبرس اللي موجوده بورقه التسجيل على امتحان لاتش كوريتم. بعدين بنحط الشفره، كمان الشفره مكتوبه بالورقه. المهم يعني اورانج نمبرس والشفره مكتوبين بالورقه اللي سجلنا فيها على امتحان لاتش كوريتم اللي اعطونا اياها الهالكيت. بعض الطلاب ما عندهم هي الوثيقه، هي الوثيقه غالبا بتكون موجوده مع اداره المدرسه، تمام. بعد ما نخلص نعطي جريش، ننتظر الموقع يتحمل شوي. مباشرة بنروح نضغط هون، تمام. بعدين دبلوما بالجلاري، بننزل شوي لتحت بنلاقي المعدل موجود هون. هذا الطالب كان معدله سابقا من معدل علامة هذا صفر، تمام. بما انه هو هذا طالب مستجد فهون ما حطوا له كان علامة ابدا صفر، لانه هو دخل امتحان شكلي وجاوب على سؤالين ثلاثة. ولكن اليوم تحدث السيستم اللاتشيكوريتم، سيستم التسجيل على اللاتشيكوريتم، تمام. والمعدل هون مكتوب، هذا المعدل الطالب مثل معدل الدينيكليك اللي بنحطه اياه المدرسه. وهيك بيكون كل طلاب اللاتشيكوريتم اللي قدموا على الامتحان وقدموا على الامتحان شكله، جميع الطلاب باذن الله رب العالمين مقبولين وناجحين. واتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. دعم التربيه والتعليم المكتب الجامعي.